4 light meals اربع وجبات خفيفه 4 healthy meals اربع وجبات صحيه علاجيه date and milk التمر والحليب pour one cup fresh pasteurized milk into ceramic or glass bowl that has a lid نصب كوبا من الحليب المبستر الطازج في طبق عميق من السيراميك او الزجاج له غطاء. Prepare seven breast dates or dried dates. Split each date with a sharp knife. Then remove the pit and the cap too. Place them in a deep bowl to soak them in the fresh milk. نحضر 7 حبات من عجوة التمر او التمر المجفف. نزيل بذرة حبة التمر بواسطة سكين حادة وننزع قمعها كذلك ثم نضعها في الطبق العميق لنقعها بالحليب Then cover and keep in the fridge. ثم نغطي الوعاء ونحفظه في البراد Eat this meal in the morning Take the soaked dates with the fork and eat them while drinking the milk. تناول هذه الوجبة في الصباح خذ التمرات المنقوعة بواسطة شوكة وتناولها أثناء شرب الحليب. Scientists call the date mine of nutrients because it's very rich in minerals and vitamins. Actually, you can survive on dates and water only for several weeks without any vitamin and mineral deficiency. يعتبر العلماء التمر منجم الغذاء لانه غني جدا بالفيتامينات والمعادن في الحقيقه يمكننا ان نقتات على التمر والماء فقط لعده اسابيع دون حدوث اي نقص بالفيتامينات والمعادن This have an amazing power to cleanse and detoxify the liver from any harmful such as a poison or toxin or addictive substance such as drug or alcohol تمتلك التمور قوة مذهلة لشطف الكبد وإزالة السموم منه بشكل عام، وكذلك المواد المسببة للإدمان كالأدوية أو الكحول، وحتى المعادن الثقيلة مثل الكادميوم أو الرصاص المتراكمة في الكبد. يحمي التمر من الاشعه التي تخترق الجسم فيجعل تاثيرها غير ضاراً لذا فان التمر يؤخذ للوقايه من ضرر الاشعه اثناء العلاج الاشعاعي. The healing power of the date as well as the high amount of calcium in the fresh milk increase the benefits of this tasty meal. But we can eat dates with water if milk is not available. القوة الاستشفائية العالية للتمر وكذلك كمية الكالسيوم العالية في الحليب الطازج يرفعان من القيمة الغذائية لهذه الوجبة. ولكن يمكننا تناول التمر مع الماء في حال عدم توفر الحليب. figs and olive oil. التين وزيت الزيتون. Use 1 pound of dried figs. ناخذ نصف كيلوغرام من التين المجفف. Open each fig to make sure it's clean inside. نفتح كل حبه لنتأكد انها نظيفه من الداخل. Then place them in a wide crock or ceramic bowl with a lid. نضعها في وعاء واسع وعميق من الزجاج المعتم او السيراميك او الفخار وله غطاء. Sprinkle some ground cinnamon over the figs. نرش القليل من القرفه المطحونه فوق حبات التين. add 2 cups or more fresh extra virgin olive oil نضيف كوبين أو أكثر من زيت الزيتون البكر cover the bowl and place it somewhere which is close to you when you awake in the early morning نغطي الوعاء ونضعه بمكان قريب منا حين الاستيقاظ صباحاً

وقت الفجر هو الوقت المناسب لتناول هذه الوجبه هذه الوصفه تساعد كمضاد للتجاعيد وتؤخر الاثار الكامله للشيخوخه Also this recipe is very helpful for those who have sensitive stomach because it removes the harmful bacteria from digestive system, helps heal ulcers, helps reducing constipation and fights cancer and autoimmune disease. هذه الوصفة أيضا مفيدة جدا لأصحاب المعدة الحساسة لأنه يزيل البكتيريا الضارة من الجهاز الهضمي ويساعد على التئام القرحة ويعمل على الحد من الإمساك ويحارب السرطان وأمراض المناعة الذاتية. Both fig and olive oil reduce weight, blood pressure, cholesterol levels, diabetes, and cardiovascular disease. التين وزيت الزيتون يقللان من الوزن وضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. Use the same olive oil to soak another fig batch. Actually يستخدم الزيت المتبقي بعد انتهاء التين لنقع دفعة أخرى من التين ويمكن استخدامه في العجائن ولعمل كرات حلوى التين والتمر. cinnamon and honey. القرفة والعسل Take a handful of cinnamon sticks and wash them with warm water. خذ حفنة من عيدان القرفة واغسلها بماء فاتر. Then use a pestle to break cinnamon sticks. نستخدم المدق الحجري لتكسير القرفة. Place them in a glass teapot ثم نضعها في ابريق الشاي. Pour fresh boiling water in the cinnamon sticks to soak them. ثم نصب الماء المغلي والساخن فوق عيدان القرفة لنقعها. Cover the teapot and keep it in a warm place around the stove to steep. Or place a natural tea light candle under the glass teapot while steeping. نغطي الابريق ونحتفظ به في مكان دافئ او نضعه قريبا من الطباخ او فوق نار شمعه الشاي الطبيعيه لا نغلي القرفه فوق النار حتى نحافظ على الجوده العاليه لزيوت القرفه الطياره Let the cinnamon steep about 2 hours minimum. Then stir the cinnamon and let the tea stand for a few minutes. نترك القرفة لتنقع ما يقارب الساعتين على الأقل. ثم نحرك القرفة ونتركها لتروق بضعة دقائق قبل صبها. Add one tablespoon of natural honey into a cup. نضيف ملعقة من العسل الطبيعي للفنجان. ثم نصب نقع القرفة الدافئ فوق العسل ونحرك جيداً. لا تصب القرفة الساخنة فوق العسل للحفاظ على قيمة العسل الغذائية والاستشفائية، لأن العسل يحتوي على إنزيمات حساسة للحرارة. Then pour the warm cinnamon tea over the honey. Don't add the hot cinnamon tea to the honey because it destroys honey enzymes and as a result reduces the medicinal value of the honey. Stir well. until the honey is completely dissolved نحرك جيدا حتى يذوب العسل تماما We could simply soak cinnamon sticks in hot boiling water overnight. Then it could be refrigerated and drink cold. This will release the mucilage from the cinnamon, gelatinous fiber that controls the blood sugar and aids digestion. يمكننا ببساطه نقع اعواد القرفه في الماء المغلي والساخن طوال الليل ثم توضع بالبراد صباحا. وتشرب باردة. هذا سيطلق المادة الصمغية الألياف الجلاتينية من القرفة والتي تتحكم بدورها في نسبة السكر في الدم وتساعد على الهضم. يمكننا إعادة استخدام عيدان القرفة مرتين أو نعيد استخدامها في مرق الدجاج أو اللحم. Listen to your body. Consume warm drinks in winter and cold drinks in summer. استمع لجسدك. تناول المشروبات الباردة في الصيف والساخنة في الشتاء. Remember the hot beverages like milk, cinnamon, ginger, and rosal increase the blood pressure because they are acidic. Why the cold beverages like milk, cinnamon, ginger and rose reduce the blood pressure because they are basic. وتذكر أن المشروبات الساخنة مثل القرفة والحليب والزنجبيل والكركديه ترفع ضغط الدم لأنها حامضية، في حين تناول نفس هذه المشروبات باردة يقلل من ضغط الدم لأنها قاعدية. We could eat three walnut halves with the cinnamon hot drink. يمكننا تناول ثلاثة أنصاف من الجوز مع مشروب القرفة الساخن Take this light snack between lunch and dinner 2 hours after the lunch and 2 hours before the dinner to promote stronger immune digestive and nervous system and to improve the heart health تناول هذه الوجبة الخفيفة بين وجبتي الغداء والعشاء أي بعد ساعتين من الغداء وقبل العشاء بساعتين وهذا لتعزيز عمل الجهاز المناعي والهضمي والعصبي ولتحسين صحة القلب. Honey أند العسل وزيت الزيتون Put one tablespoon of a fresh extra virgin olive oil in a cup. أضع ملعقة طاولة من زيت الزيتون البكر والطازج في كوب. And one tablespoon of natural honey. وكذلك ملعقة طاولة من العسل الطبيعي، then fill the cup with warm, fresh and clean water، ثم نملأ الكوب بالماء الفاتر والنظيف. Stir well until the honey is completely dissolved. نحرك جيداً حتى يذوب العسل تماماً. adding one teaspoon of a fresh lemon juice make this combination excellent إضافة ملعقة شاي من عصير الليمون الطبيعي والطازج يجعل هذا الخليط أفضل Drink this unique remedy on an empty stomach at dawn time تناول هذا المشروب العلاجي على الريق وقت الفجر natural olive oil and honey are actually incredibly healthy and nutritious both are high in antioxidants زيت الزيتون الطبيعي والعسل في الواقع صحيان جدا ومغذيان بشكل لا يصدق فكلاهما يحتويان على نسبه عاليه من مضادات الاكسده this mixture manages the blood sugar in a proper way and reduce cholesterol triglyceride and blood pressure هذا الخليط يعالج سكر الدم بطريقة مثالية ويقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم. Also, this healthy drink boosts energy levels in amazing way and support the immune system. So, for those people who are suffering from cancer and other autoimmune disorders, they should take this drink for three months to get fantastic results. كما يعزز هذا الشراب الصحي مستويات الطاقة بطريقة مذهلة ويدعم الجهاز المناعي. لذلك هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من السرطان والأمراض المناعية الأخرى عليهم تناول هذا الشراب لمدة ثلاثة أشهر للحصول على نتائج رائعة. don't forget Thank you for watching. نرجو من حضراتكم الاشتراك والاعجاب والمشاركة شكرا للمتابعه